في مسابقة جميلة قوي المركز القومي لثقافة الطفل أعلن عنها، تنظيم مسابقة اسمها آثار من بلدنا. المسابقة جاية في مجال الفنون الرسم تحديدا يعني، ودي الدورة 33 ليها. بتستقبل رسومات الأطفال المرتبطة بالآثار، يعني هو الدومين بتاعنا هنا بس الرسومات اللي ليها علاقة بالآثار من سن 4 سنوات 18 سنة. قبل ما أقول هدف المسابقة إيه، الحلو في الموضوع إيه، إنه ما فيش طفل هيمسك مثلا شكل موميا أو صورة تمثال ويقعد يرسمه خلاص، لا هو أكيد هيحاول يعرف أكتر عن الآثار دي، هيسأل أكتر عنها. فده أنا بشوف يعني وجهة نظري متواضعة جدا إنه إحنا بنضرب عصفورين بحجر، أنا بخلي الطفل يرجع لآثارنا ويسأل عنها ويستفسر ويفهم، وفي نفس الوقت برضو بنمي عنده روح الرسم والكومبيتيشن أو المسابقة المنافسة عن طريق المسابقة دي. هدف المسابقة زي ما بقول لحضراتكم إنه بنحث أطفالنا على الاطلاع لمعرفة المزيد من أثرنا أو عن أثرنا. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. تحياتي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك ومتشكرين جدا، وصباح الخير على حضرتك استاذه منى وعلى الساده المشاهدين جميعا. وعلى حضرتك يا فندم. كلمنا اكتر عن المسابقه دي، الفكره جت ازاي وبدات ازاي والباب مفتوح من امتى لامتى انه الاطفال يقدموا، واهم حاجه بتوصلوا بقى للاطفال ازاي عشان يعرفوا انه اصلا في مسابقه جميله كده. تمام. هو طبعا المسابقه زي ما حضرتك قلتي مسابقه من المسابقات القديمه، يعني هنقول تاريخية اللي موجودة في المركز القومي لثقافة الطفل، وبتقام كل سنة، والهدف زي ما حضرتك قلتي إن الطفل يقرأ ويعرف ويرسم ونكتشف مهاراته في الرسم والفنون، وبالإضافة لهذا الاكتشاف هو إن هو يعرف عن آثار بلده المختلفة والمتنوعة، خاصة إن مصر في الحقيقة بتبذل جهود كبيره جدا طبعا للحفاظ على اثارنا ولتقديمها، وبيعتبر ركن رئيسي من الدخل القومي بالنسبه لمصر، وبالنسبه وايضا للقوى الناعمه لمصر في العالم كله. يعني احنا بنوصل للاطفال عن اكثر من طريق، وهي بننشر المسابقات بتاعنا في الاعلام. عندنا موقع يالنا اللي هو موقع المركز القومي لثقافة الطفل، وعندنا صفحة رسمية للمركز القومي لثقافة الطفل أيضا موجودة، وفي حاجة كمان تانية إحنا بنرسل للمدارس عن طريق المديريات وعن طريق الإدارات اللي موجودة عندنا، وإحنا يعني إحنا أعلنا مثلا من يومين ثلاثة، إحنا كنا سلمنا بقى يعني الأسبوع اللي فات يوم الاثنين كنا سلمنا الجوائز للأطفال الفائزين السنة اللي فاتت يعني في المركز القومي لثقافة الطفل. إيه المعايير يا فندم اللي بناء عليها الطفل ممكن يفوز في المسابقة؟ هل جودة رسمه نفسها، ولا إيه نوع إيه الآثار اللي اختارها عشان يرسمها ويدخل بيها المسابقة؟ إيه المعايير؟ لا هي مش نوع الأثر اللي هو بيفوزه، لا هي مش إيه يا فندم معلش؟ مش نوع الأثر ولا تاريخ ولا أي حاجة. إيه أمال إيه المعيار؟ يرسم اللي هو عايز يرسمه، هو هنا المعيار فني بقى. يعني حضرتك قلتي في مرحلتين، المرحلة الأولانية هو بيعرف وبيتعلم، بتيجي بقى بعد كده القدرة الفنية للرسم نفسه يعني. فبيبقى في مجموعة من الفنانين هم اللي بيحددوا إيه هي اللوحات اللي هي اللي بتفوز طبقا لمعاييرهم بقى الخاصة. يعني الطفل رسم بشكل تلقائي، الطفل رسم بشكل جيد، الطفل مستخدم ألوان كويسة، تنسيق اللون بتاعه، الأبعاد اللي هو عاملها. طبعا مش طالب فنون يعني، ولكن بيبقى فيه في النهاية بيبان يعني الطفل الموهوب في الرسم بيبان أكتر. طب هي الفئات العمرية متقسمة يا أستاذ محمد؟ يعني لأنه إحنا فاتحين المسابقة مفتوحة من 4 سنين 18 سنة، بس الطفل اللي بيرسم هو 4 سنين غير اللي عنده 17 18. صحيح. وإحنا بنعمل لجان التحكيم بيبقى في فئتين، بيبقى فئة مثلا من 4 لغاية 12 سنة اللي هي الفئة الصغيرة، وفئة تانية كبيرة اللي هي من 12 لغاية 18. عادة بيتم التقسيم كده في المسابقات كلها يعني، بس احنا بنقول احنا فاتحينها على اساس ان ايه من كذا لكذا، واحنا لما بنيجي نعمل التحكيم بنروح جاي مقسمينها الى فئتين عمريتين.
نعم. اخيرا يا استاذ محمد، ما يعني احنا مش ماديين ولا حاجه، بس لازم نسال برضو الجوائز ايه؟ هي مسابقه يبقى جوائز. هي حضرتك بتبقى الجواز احنا عندنا بالنسبه لنا في شقين. الشق الاولاني لما بيبقى في جواز ماليه خلاص بنعلن عنها، يعني في وقتها بنقول في جواز ماليه يعني على حسب ميزانيات المركز يعني. انما الثابت في الموضوع بيبقى في ميداليات وفيه شهادات تقدير، وبيبقى فيه جوائز عينية كتب وإصدارات مركز القومي لثقافة الطفل. جميل جميل جدا. ودايما بنقول الحقيقه انه عمرها ما بتكون بقيمه الجائزه الماديه يعني كناحيه ماديه، وانما فكره التقدير وفكره ان انا بشجعه وبنمي موهبه عنده، وزي ما قلنا كده وحضرتك ذكرت طبعا ان انا بشجعه ان هو يقرا اكتر في الاثار في التاريخ بتاعنا، ودي حاجه في حد ذاتها الحقيقه هدف سامي جدا. الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا.